من كلمة السيد عيسى المشابي ثم راجعين. يلا نبدأ بإعلامكم بأننا الخمسة الأحزاب المشاركة في هذه الندوة قررت مقاطعة الانتخابات اللي دعاها السيد قيس سعيد وفق المرسوم الأخير الذي أصدره. المقاطعة بتاعنا عليه لأننا نعتبره أن هذه الانتخابات هي المحطة الأخيرة في الأجندة السياسية اللي حاول يقودها السيد قيس سعيد بعد انقلابه على الدستور وعلى الشرعية. هذا المسار اللي عرفناه منذ البداية وعرفناه في مختلف محطات. بتجميد البرلمان، بالامر 117، بحل الهيئات التعديليه والرقابيه، بالاستشاره الالكترونيه اللي قطعها 95% من الكرسيين، من حل المجلس الاعلى للقضاء، من حل الهيئه المستقله الانتخابيه وتنصيب هيئه تمثل اداه بيد رئيس الجمهوريه لضرب الديمقراطيه والانتقال الديمقراطي، وبالتالي وعرضنا هذا الاستفتاء كما كان يقول الاخ خليل انه 75% لم يكن قاطعوا بل لم يشاركوا في عمليه الاستفتاء، وبالتالي الاستفتاء والدستور اللي يفرض فيه السيد قيس سعيد بقوه الامر الواقع هو سقط سياسيا واخلاقيا وانتخابيا. لا يمكن لنا ان نقبل المحطه الاخيره او ان نقبل ان نسكي. اذا عصام الشاب يقول الدستور سقط اخلاقيا وسياسيا، وربما يقول مشارك لا يمكن عقلا، هذا التصريح لهم الحزب الخماسي، انه المشاركه في المحطه الاخيره من باب ربما العبث. سيد عزيز بن قاسم حتى دخل صوره مؤلمه، زميل صحفي من اذاعه تونس الدوليه، نشوف الصور، اعتداء عليه من قبل الامنيين، نشوف الصور المؤلمه. هذا صحفي محترف في تلفزيون وطن ذهب يشتكي وحده، مشى يشتكي للامن لانه ثم شكون يعني حبوا يبركوه، يعني قطع طريق، هو مشى يشتكي، ظهروا الامنيين الجمهوريين هذوما انه زميلنا الصحفي سبق ان صور ربما اعتداء امني سابق على البسيرات اعتقد، فكان هذا الجزاء. مش عارفين، نشوف راسه، شوف الصور نتاعه، هذا الزميل صحفي، هذا صحفي. الخطورة وين هنا؟ وعلى حتى نأتي على بيان نقابة الصحفيين التونسيين اليوم، وعلى خلفية إصدار مرسوم جديد، مرسوم عدد 54 متعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. نقابة الصحفيين في بيان لها اليوم تقول إن المرسوم يتعمد تتبع الصحفيين على معنى قوانين جديدة تعسفية لا علاقة لها بالمهنة ولا يضمن أي حقوق، ولم يضع في اعتباره المرسوم الجديد 54 هذا اصدر اعتقد يوم الجمعة ضرورات الدولة الديمقراطية المدنية والسلطة في تونس دأبت، هذا كلام صحفيين نقابة صحفيين، السلطة في تونس دأبت على نشر الأخبار الزائفة والإشاعات والتعتيم على الحقائق، بل وتورطت في تعمد نشر أخبار زائفة أم وجهة هدفها توجيه الرأي العام وإلهائه. هذا بيان نقابة صحفي التونسيين. نعم نعم سيد عز الدين في الاستماع، حاول افتح الكاميرا سيد عز الدين حتى نعطيك المداخلة الأخيرة، أعتقد حاول أنك تفتح الكاميرا سيد عز الدين. لا نعم نحاول فتح الكاميرا سيد عز الدين، وأمر الكلمة سيد شو الكاميرا شو سيد القاسم سيد عزيزك في المباشر. طيب سيد القاسم شكرا يا حسين. نعم نعم مرسوم اتسرع جديد. أولا هي فرصة باش نحيي الأخ صالح عطي وأحيي استعادته لحريته ولخروجه من الاعتقال من السجن، وهو كان يمثل صوت وقضية نتاع حرية الصحافي. اثنين نندب بما حصل لهذا الصحافي. ثلاثة الحقيقة أن النظام الذي يريد أن يلجم الأفواه بحديث عن إشاعات وعن مغالطات وعن تزييف وعن أخبار غيرها أعطى لنفسه هو التأويل، مثل ما أعطى لنفسه هو تأويل المقاصد بتاع الشريعة كدولة فقط، أعطى لنفسه التأويل وبالا على كل صوت حر. يعني لما رئيس الدولة يقول على جزء من الشعب التونسي حشرات وجراثيم، أليس هذا أكبر اعتداء على الشعب التونسي؟ يعني أليس شتم توانسة واتهامهم بأنهم حشرات رأس الدولة
من رئيس الشعب التونسي المنتخب الذي يفترض أن يكون رئيسا، يقرر هو اللي ثم حشرات وجراثيم وفساد. أنا أعرج على الكلمة دي باش نقول راهو مش الأمن الذي يقدر أو الرئيس الذي يقدر هذه باطل وهذه إشاعة وهذه تزييف. احنا بالنسبة لنا القضاء هو سيد اللعبة الديمقراطية، يعني والإنسان بريء حتى تثبت إدانته، مش متهم اليوم اللي يفتح فمه. فعلا بيان نقابة الصحفيين بيان في المستوى، ونعبر على تأكيدنا وتمسكنا بأن هذا انقلاب سافر على الحرية وعلى الديمقراطية، وظهر أيضا بأنه مأساة على معيشة الشعب التونسي، على حياته، على الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي. هذه المأساة بتاعت الانقلاب، وهذا هي السبب الذي يؤدي أنه سوف يسقط دون شك لا محالة، لأنه يعني لا أفق له ولا شعبية ولا شرعية.